نجحت الدولة المصرية في إجراء الانتخابات البرلمانية باحترافية عالية، ما يدل على نجاح كبير للدولة في قدرتها على التنظيم وتأمين المواطنين وخلق مناخ آمن في ظل تحديات يشهدها العالم كله تأتي في مقدمتها فيروس كورونا. ولم يكن هذا الاستحقاق هو الوحيد الذي ينظم في هذه الظروف، وإنما سبقه استحقاق لا يقل أهمية عنه، وهو مجلس الشيوخ حتى تكتمل المؤسسة التشريعية للدولة المصرية. وفي ظل توجه دول كبرى نحو العودة إلى حالة الانغلاق الكلي مرة أخرى مع مخاوف الموجة الثانية لفيروس كورونا، نجحت الدولة المصرية في إدارة المشهد الانتخابي بمرونة وقابلية عالية لضمان استمرار الحياة واستمرارية الدولة في تنفيذ ما تصبو إليه من أهداف كانت موضوعة سلفا على أجندتها السياسية. وفي نفس الوقت للحيلولة دون وقوع عدد أكبر من الإصابات، وانقسمت جهود الدولة لأجل تنظيم وتأمين العملية الانتخابية وصحة المواطنين على حد سواء إلى شقين، منهم الشق الأمني ومنهم المتعلق بالصحة، في مشهد عام يعكس مدى قدرة الدولة على تأمين وتنفيذ الانتخابات ومدى قوتها وقوة مؤسساتها وأجهزتها، خاصة على إدارة المشهد الانتخابي بكفاءة منقطعة النظير في ظل انتشار فيروس كورونا. هاتفيا معنا الأستاذ عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أهلا بك أستاذ عبد الرازق. أهلا بك أستاذ شادي ومشاهدينك الكرام. أهلا بحضرتك. ويعني كنا لسه بنتكلم عن هذا المشهد، المشهد الاحترافي العالي من الدولة المصرية في تنظيم المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي أيضا سبقها انتخابات مجلس الشيوخ، كل هذا في ظل أكبر تحدي يواجهه العالم وهو تحدي فيروس كورونا. كيف رأيت هذا المشهد؟ بداية في اعتقادي، يعني خليني أبدأ من نهاية مقدمتي. حضرتك قلت يعني على محورين، سواء توفير الأمن والأمان للمواطن المصري أو الإجراءات الاحترازية من خلال وزارة الصحة، لكن خليني أضيف محور ثالث، هو أيضا الإعلام الوطني المصري اللي نجح بالفعل عرض الصورة بشفافية، تفويتا لفرصة المزايدين والحاقدين والمشككين والكاذبين. شفنا احترافية الإعلام المصري، أظهر المشاهد الحضارية، لكن من الواضح أن الدولة المصرية تمرست ووصلت بالفعل إلى درجة الاحترافية. الدولة المصرية لا تعمل في إطار جزر منعزلة، ولكن تعمل بروح الواحد بالفريق الواحد طبقا لتقديرات مواقف، وبالتالي لدينا قدرة الحمد لله على تجاوز والنجاح في مواجهة التحديات. وخليني ممكن أعدد لحضرتك الكثير من التحديات اللي نجحت مصر في إجراءات استباقية وإجراءات علمية وإدارة أزمة صحيحة. خليني أبدأ من مجلس الشيوخ ومجلس النواب. أعتقد أن خرجت بشكل الحمد لله، شكل يعني في ظل جائحة كورونا وفي ظل تزايد المعدلات العالمية وميل بعض الدول للإغلاق، إلا أن المصريين بالفعل أثبتوا قدرتهم على التحدي، حالة من الوعي بين المواطن نفسه مصر على الإجراءات الاحترازية، في احترام متبادل ما بين المرشحين وبين الناخبين، انعدمت صورة التراشقات والتلاسنات والفوضى، والحمد لله نحن نعيش حتى في زخم الانتخابات في الريف وما أدراك ما الريف، خلال العقود والسنوات الماضية ما كان يحدث من تراشق وتلاسن وربما كانت اشتباكات، لكن الوعي ترسخ في ذهن المواطن المصري، مدرك تماما لحقوقه السياسية والإطار الذي تتم فيه وكيف تجرى. هناك هيئة وطنية للانتخابات مستقلة، ليست تابعة لأي جهة من جهات الدولة، حريصة وفي ظل حرص الدولة والقيادة السياسية على أعلى معايير النزاهة والشفافية، وبالتالي كانت الانتخابات بالفعل أمام كل وسائل الإعلام العالمية والمحلية، أمام منظمات جاءت لتتابع الانتخابات، لم نشهد أي ملحوظات تسيء أو تضر بالمشهد الانتخابي. لكن في النهاية أعتقد أن مصر كدولة أصبحت دولة محترفة في مواجهة التحديات، والشعب المصري أيضا تمرس كثيرا في مواجهة هذه التحديات، وبالتالي خرجت رغم كل التحديات ورغم كل، خاصة على رأسها جائحة كورونا، إلا أن الانتخابات بالفعل نجحت بشكل كبير. صحيح، يعني كل ده أثبت قوة مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة أي أزمة قد تطرأ.
بالفعل يعني خليني يعني اعود لحضرتك من السيول اللي نزلت بشكل غير مسبوق. كانت الدولة المصرية والحكومة لديها إجراءات استباقية ومنحت الفرصة لفرق العمل أن تعمل بشكل، وبالتالي لم يعاني المواطن من أي أزمة. خلينا نتكلم في جائحة كورونا، وتشهد حضرتك مصر النجاح الكبير في إدارة أزمة كورونا في ظل دول كبرى لديها أنظمة صحية عالية التطور والحداثة، لكن في نفس الوقت سقطت أو يعني عانت كثيرا من جراء جائحة كورونا. لكن مصر الحمد لله بتسير في المعدل الطبيعي جدا، لم نلمس الحمد لله أي خطورة، لكن علينا أيضا من المزيد من اتباع الإجراءات الاحترازية، والشعب المصري أعتقد يستطيع أن هو يتجاوز هذه الأزمة نهائيا، خاصة إذا كانت هناك احتمالية للموجة الثانية. ولكن أعتقد المعطيات على الأرض وجاهزية الدولة ووعي المواطن يؤكدان قدرة الدولة المصرية على تجاوز هذا التحدي. خليني الثقافة العامة اللي أصبحت في الدولة المصرية، العقيدة اللي بتمارس الدولة المصرية، هي العمل بروح الفريق الواحد بعيدا عن الجزر المنعزلة. كنا في الماضي نشهد أن جهة معينة منوطة بمواجهة أزمة معينة، لكن أعتقد ثقافة الدولة تغيرت، فكرها تغير، إدارة أزمة مكتملة من جميع الأطراف المعنية بتواجه بنجاح وبتدير الأزمة بإجراءات استباقية. يمكن هذه الروح اللي بتتحدث عنها يا أستاذ عبد الرازق ما كانتش موجودة فقط في التعامل مع فيروس كورونا، يعني هذه الروح موجودة في كل ما تفعله الدولة الآن من مشروعات. ده صحيح. خلينا أقول لحضرتك يمكن بتلاقي أكتر من جهة موجودة بتنفذ مشروع واحد، كافة الجهات والوزارات ومؤسسات الدولة وربما أيضا شركاء النجاح من القطاع الخاص، الكل بيبقى متواجد في منظومة نجاح بتحقق الهدف وبتحقق هذه المشروعات العملاقة اللي بالفعل هي محط إعجاب واحترام دور العالم. وأعتقد أنها نقلت مصر للشكل الأفضل وغيرت مجرى الحياة في مصر. لكن خلينا أقول لحضرتك أن الدولة المصرية حتى زي ما قلت لحضرتك أستاذ شادي أن القطاع الخاص أيضا معني ومسؤول أيضا مع مؤسسات الدولة ووزارات الدولة والدولة المصرية عموما، كلنا جميعا في مركب واحد، كلنا معنيين بهذا الوطن. يعني خليني مشروع مصطرد كان في إحدى الشركات القطاع الخاص كانت موجودة وبنسبة كبيرة، والدولة تفتح يعني ذراعيها لكل مساهمة وطنية في عملية البناء والتنمية والتقدم. زي ما أنا أكدت لحضرتك أن احنا بالفعل كلنا شركاء سواء في الوزارات أو المؤسسات أو القطاع الخاص، أن احنا ندفع دائما الدولة المصرية إلى الأمام. والحمد لله الحياة في مصر تتغير إلى الأفضل، والمواطن بوعيه وإنجازات الواقع أصبح لديه قناعة أن مصر تمضي إلى الأفضل. والحمد لله يعني وعي المصريين أكبر من كل حملات المزايدات والتشويه والشائعات، ورغم ذلك كل المعطيات المصرية بتؤدي أن احنا دولة الحمد لله بشعب وقيادة وجيش وشرطة ودولة بالمعنى الحقيقي تستطيع أن تجابه كل التحديات في مختلف الأوقات. يمكن كمان يعني التحديات اللي بتواجهها الدولة بهذه الروح يا أستاذ عبد الرازق، روح الفريق، انعكست على معدلات النمو. يعني في ظل جائحة كورونا وكل الدول الكبرى في العالم، الاقتصادات الكبرى في العالم تحقق معدلات نمو سلبية، احنا بنحقق معدل نمو إيجابي في أفريقيا والشرق الأوسط، الدولة الوحيدة. ده صحيح. يمكن مصر من أقوى القوى الاقتصادية الناشئة، ومعدل النمو يمكن إيجابا 3.5%، ده معدل. خليني أقول لحضرتك أنا كنت في زيارة لقناة السويس منذ أيام، يمكن المعدلات ورغم جائحة كورونا تفوق كل الأعوام الماضية. في إدارة احترافية، في أهمية، العالم يدرك أهمية قناة السويس الجديدة وأهمية قناة السويس كأهم شريان ملاحي دولي على مستوى العالم. وأيضا القيادة السياسية بتتابع على مدار الساعة الحركة أو النشاط في قناة السويس، فكانت هناك يعني استجابة للمعطيات الجديدة وكيفية التعاطي مع التحدي أزمة كورونا. لا، خلينا أقول إنها في فكر شامل، في فكر جديد بيسيطر أو بيخيم على الدولة المصرية بحيث أنها تستطيع بالفعل رغم كل التحديات والجوائح والمعوقات أن تحقق ما ذكرته حضرتك وأشرت إليه، هو الاحتفاظ بمعدل نمو في ظل دول كثيرة تراجعت وربما دول
كبرى صحيح تراجع تصنيفاتها الدولية، لكن مصر الحمد لله بتكسب دائما العالم ثقة فيما تشاهده من أمن وأمان واستقرار وإجراءات اقتصادية بالفعل أثبتت جدواها على الأرض، وفي ظل حوافز الاستثمار وفي ظل معدلات الأمن والأمان والاستقرار الغير مسبوقة ربما في تاريخ مصر، رغم ما تموج به المنطقة من اضطرابات ومن صراعات ومن قلاقل ومحاولة ممارسة البعض على المستوى الإقليمي حالة من البلطجة وحالة من محاولة تسويق الأوهام وتحقيق أطماع تخالف وتجافي الشرعية الدولية. بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل، كنت معنا الأستاذ عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية.